السلام عليكم بنياتي وليداتي اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو تحت طلب المتتبعات، مني شافوا المتتبعه الشمس يعني فرحتنا وفرحت المتتبعين بالعمل ديالها اللي حملت بالعشبه ديال المريوت. هاد العشبة الرائعة من معجزة، كنعتبرها أنايا عشبة معجزة إلهية عطانا الله، يعني كتعالج بزاف الأمراض. هاد المريوت من داكشي، أنا كنت وريتكم أنايا الفيديو ديال هاد المريوت، سابق سبق لي وريتكم الطريقة كيفاش ديرو ليها، وكنت وريتكم عين المريوت مقيش الخضرة، درت غير اليابسة اللي كتكون كارمة، يعني يابسة يعني ناشفة، هي اللي جبتها ليكم، لأن يعني هاد الخضرة راه قليلة دوكا راه مكايناش، أنا قلبت عليها ملقيتهاش بزاف، لأن باقا ما صبش الشتا، باقا ما نبتاتش، كتكون موجودة في جناب ديال الطرقان هادي من الريوت، واللي معرفش من الريوت راه كتكون بحال الورقة ديالتها بحال النعناع. عاد كاين شي مناطق يقول ليها نعناع الصوفي، وكاين شي مناطق يقولوا ليها مرسيطة. هادي شمس، الشمس اللي مبروك عليها اللي حملت بها، راه قالت لي مرسيطه، هي لانها تسمح لي بزاف، كنعتذر منها لان كصحابه انايا من متتبعه من الجزائر، لان كانت تخلطت لي مع واحد متتبعه اخرى كصحابه من الجزائر، حتى كتبت ليها الكومونتير عاود صحت لي المعلومه، قالت لي لا انا راه مغربيه من مدينه مكناس، وقالت لي مرسيطه، وانا حيت قلت من الريوت ما قلتش انا مرسيطه، قلت من الريوت، يعني قلت لها قولي لي اشنو من فيديو، هي تقول لي هي هذه من الريوت، كيقولها هما مناطق ديال مكناس يقولها مرسيطه. هانتوما كيف كتشوفوا الورقه ديالها بحال ديال النعناع، هانتوما نقربها لكم الكاميرا تتشوفها، كتكون ورقه بحال النعناع وهي مصوفه بحال شكل الدان مصوفه، هي كتشبه سبحان الله النعناع، راه كيقولوا ليها شي مناطق النعناع البري، كاين اللي يقول لها النعناع البري، كاين اللي يقول لها مرسيطة، كاين اللي يقول لها تيمجة، كاين اللي يقول لها مريوة، كلو اشنو كيقولوا ليها في كل مناطق اشنو كيقولوا ليها، وفي الجزائر ما عرفتش اش كيقولوا ليها، يعني الا عرفوا شي وحده هادشي كله عطاو لي الاسماء ديالها، المتتبعين ديالي هما اللي عطاوني هاد الاسماء، يعني هما اللي كيعرفوا الاسماء ديال كل منطقه ديالتهم. انا وريتهم دوكا جبتها ليهم باش يشوفوها كيفاش دايره، كتكون الورقه ديالها بحال ديال النعناع، هي كيكون ماشي نعناع، كيكون الورقه ديالها كتكون خضراء نيت ومصوفه، ملي كتكون خضراء كتكون كيفاش كتكون مصوفه، كتكون زوينه. وهاد المريوطه كتعالج بزاف الامراض، راها شتى ديال الامراض كتعالج هاد العشبه، من ضمنها السيدات اللي باغيين يحملوا. انا بكري كنت صغيره كنت كنشوف النساء كيديوها للحمام، شكون من كيديوها كيديوها للنفيسه، ملي كتكون يلاه نافسه ويلاه ولدت، كيدي واحد القبطه كبيره مخيره ديال المريوت، وكيديوها للحمام، كيغسلوها بالماء سخون تما كاينه، وكيكمدوها في واحد زيف حياتي، وتيحطوها تحت من المقعد ديال النفيسه كتبرك عليها فوق السخون، كيحطوها واليه السخون وتيحطوها ليها باش كتسخن ليها الوالده ديالها، وكتهبط باش تنظف ليها الوالده من كل شيء البقايا ديال الولاده، دابا بقى شي دم منحصره، بقى شي حاجه من البقايا ديال الدم النفاس كتهبط. انا شفت كنشوفها في الحمام بكري، كانوا كيديروها النساء زمانيات، كنشوفها الطريقه، كيديو قبطه ديال المريوت كيديروها الطريقه. هو هاد المريوت كيعالج بزاف الامراض، ما نقولش لكم بنياتي، من ضمنهم هاد الوصفه اللي عطيت لبنتي اللي دارتها وحملت بها، طريقه ساهله ماهله، تبعوا معايا وغنوريكم الطريقه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، غنعاود لكم اعاده لاجل الافاده، بنياتي طلبوها كيفاش الطريقه ديال اللي حملت بها اختنا الشمس، الله يثبت ليها الحمل ديالها، والله يعطيها كل ما كتمنى، والله يرزق كل المحرومات اللي باقيين ما ولدوش، كنتمنوا لهم يا ربي يا ربي يكونوا شي يشوفوا هذا الفيديو باش يستافدوا، لان هي قالت لي درت بزاف الوصفات
واللي حملت عليها هي الوصفه ديال المريوت. علاش هذه الوصفه ديال المريوت حملت عليها هي السيده؟ لان كان عندها الفيبرون، كان عندها الفيبرون، كان عندها شي حاجه في الوالده، وهي هذا المريوت كتنظف في الوالده من كل شي الشوائب، ما كتخليش فيها الفيبرون، ما كتخليش فيها التكيسات، ما كتخليش فيها شي حاجه اللي هي عالقه في الوالده، كتحيدها. هذا المريوت راه منظف من داكشي، هي اصلا هذا العشره المريوت كتعالج كل الامراض اللي كتكون فيها تعفن، يعني شي حاجه ديال الميكروبات. كاين اللي تعالج كتعالج السرطان، الله يعافينا وعافيكم منه، اللي عنده سرطان في الرئه ولا عنده شي سرطان في المعده ولا شنو، راه كيتعالج بهذه المريوت، راه زوينه زوينه. راه غندير لكم بزاف الفيديوهات على هذه المريوت، غنعطيكم كل العلاج بوحده، الا جيت نقول لكم العلاجات كلهم في فيديو اخر غادي كطوال عليكم. غندير لكم اليوم الطريقه اللي فايته درتها لكم، اللي حملت بها بنتي شمس الشمس الله يكمل عليها، وغادي ندير لكم ثاني فيديوهات اخرين للامراض اخرى ان شاء الله. غنشد واحد الكاسونه صغيره، ها انتم كتشوفوا، غندير فيها واحد شويه الماء، ها هي فيها، ها انتم كدير واحد شويه الماء، وكان هاد المريوت راه مغسوله، راه غسلتها، كتاخذ واحد شويه د المريوت بحال هكايا، يعني ها انتم كتاخذ واحد 10 مريوت بحال هكايا، ها انتم كتاخذي 10 مريوت بحال هكايا ومغسوله، غادي غسلتها عاد حطيتها لكم، ها انتم كتشوفوا النقي، كتنقي بحال شكل، بحال شكل اللي كتنقي النعناع، كتنقي ها انتم شحال اللي غندير، غندير واحد الكميه قليله، يعني درهم تاع المريوت راه تبارك الله تعالجك بزاف الامراض، يعني ماشي حاجه غاليه، غير خاصنا نتبعو، غنديها على النار غتغلي واحد 5 دقائق وغنرجعها. هي بعد ما خليتها 5 دقائق غلات، ها انتما كتشوفوا مع نص كاس تاع الماء ديال العنبه، ها انتما تشوفوا، وهذا هادشي غنديروا ليها بنياتي. غنجيبوا واحد الزلافه، نجيبوا واحد الزلافه وغنصفيوه، غنصفيو هاد المنقوع بكلشي ليه، ها انتما غنصفيه. ها انت الطريقه باش نوريكم الطريقه باش بنياتي المبتدئات بغاني يديروها باش ما تسجلش وتجيهم شواعر. انا غنصفيها يعني، وكنعصر هذاك هاد الورق ديال المريوت، كنعصرو مزيان بحال هكا باش يهبط ليا المنافع ديال المريوت. ها انتما كتشوفوا كيفاش كنعصرها، ها انت شتي كيفاش كنعصرها. اش غنديرو، اش غنديرو بنياتي؟ السيدة اللي باغا ان شاء الله تحمل وعندها مشكل ديال الفيبرون وعندها مشكل، كتجيب بحال هاد السرنج، هاهي هاد السرنج تحيد بها هادي، بدا ما نعدم بها غلط تحيدها، وغتنعس على عين كثرة، تخلي هادا حتى يهيف ميبقاش سخون، وتنعس على عين كثرة يعني على ظهرها، وتعلي رجليها، وعزاكم الله تحيد السروال ديالها والبيكيني ديالها، وتاخد هاد هانتوما كيبان، نقزو شوية باش تبان الكاميرا هانتوما، وكتجي هنا لهاد الما وكنهزو منو بحال هكايا، هانت هاد كنهزو هاد الما ديال المريوت هادا، وكنلوحوه في فم ديال الوالدة، كنلوحوه بحال هكايا، كنتلاقاو مع فم ديال الوالدة بحال هكايا، ومنكون هازين رجلينا من الفوق، وكنلوحوه بحال هكايا بشويه بشويه، وكنهزو رجلينا وكنخليو هدا الما كلو كنلوحوه نص من فم الوالدة بحال هكا كيمشي، وكنعليو رجلينا وكنخليو واحد مدة شي 30 دقيقة ولا 20 دقيقة، يبقى لينا تما كاين باش ينقي لينا، ينقينا عزكم الله داكشي اللي كيكون في الوالدة بحال هكا، بحال هكا كديرو بحال هكا بهاد السنك هي اللي غادي تدخل لينا، ساعدنا باش ندخلو الماء في الماء في الرحم. هادشي اللي وريتكم في الفيديو وهي شي دارت شمس بنتي، اللي ربي الله يثبت لها الحمل ديالها ويكمل عليها ان شاء الله. بحال هكايا كديرو يا اما مره يا اما جوج، ماشي وديرو لمده 3 ايام. امتى غديرو؟ من تسالي من الحيض، عاد تسالي من الحيض، تغسل من الحيض، حيد من الحيض، بدا ديرو داك النهار الاخر ديال الحيض، ونهار الثاني ونهار الثالث، صافي
كتنظفي الا كانت شي حاجه بقات عندك تما كتحيد عزكم الله ما كتبقاش عندكم، ولا تقدروا ديروه من تكون الحيض بدات كتمشي عليكم ما بقاش عندكم الحيض بزاف في الوالده ديالكم، ديروا باش تغسل لكم الوالده، لان هذا الماء ديال المريوت راه معقم ومطهر ومنظف وفيه بزاف المزايا من داكشي من داكشي. الا كانت السيده عندها فيبرون ولا عندها تكيسات ولا عندها بطانه الرحم مهاجره ولا عندها شي مشاكل في الرحم ديالها ولا عندها حتى البرد، شتي الا كان عندها البرد راه ما كيبقاش عندها حتى البرد، الا عندها البرد في الرحم ما كيبقاش عندها. هذا هو الفيديو اللي بغيت نقول لكم بنياتي، انا وريته لكم بحال هكا كتمشي مع الوالده بحال هكا هذا الماء وتبقى واحد تلت ساعه ولا 15 دقيقه وتنوض وتينزل هو بوحدو يحيد، تعاود تكا ثاني ودير تكرر العمليه حتى كتحس بان الوالده تغسلت صافي. اشنو من بعد كتكون هاد العويشات كيكونوا اكثر من هادو، تقدروا ديروا اكثر من هادو، اش كنت كتخليهم دافين دافين كيبقاو دافين كديرهم في واحد البونسمون بحال هادي، كدير واحد الخريقه عوريتكم الخريقات وكتقدروا ديروا هذيك هذا تكون اكثر من هادي، انا درت لكم قليله نتوما غديروا اكثر من هادي، قمتي قبيطه تكون هادي تكون هادي حتى هي مغليه وسخونه حتى هي، وكديروها يعني كديروها ما بين البيكيني ديالكم بحال هكا بحال هكا كديروها بحال هكا، هذه كتبقى سخونه كتخليوها سخونه، ومن كتساليو من تنظيف الرحيم كديروا هذه وكديروها تحت ما بين سترتك والبيكيني وتسدي عليها وتنعسي عليها في الليل، راه زوينه حتى هي كتبقى كتعطي السخونيه للرحيم ديالكم ومع التنظيف، وان شاء الله يكون مراد. هادشي اللي بغيت نقول لكم بنياتي، والله يكمل على بنياتي كاملين، وكندعى معكم كامل من خاطر قلبي، كنقول لكم يا ربي تجيب لكم الدرجه الصالحه ولا تدركم فرضا انتم والله خير الوارثين، يا ربي تعطيكم الدرجه الصالحه ولا تجعلكم فرضا في هذه الدنيا، ويفرحكم ببنيه ولا بني وليد ويعمر حجركم ويعطيكم كل ما كتمنوا يا ربي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.